بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، أهلا بكم، ولقاء متجدد في رحاب برنامجكم مع التلاوة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول ربيع الأنوار. أسأل الله أن يعيد علينا من الأيام وعلى بلادنا وعلى أمتنا الخير برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في كنفه دنيا وأخرى، إنه على كل شيء قدير. أحبابنا، توقف بنا اللقاء عند الوقف الكافي، وقلنا إن الوقف الكافي، أو كما يسميه مولانا الشيخ أبو عمرو الداني رضوان الله عليه، الكافي الجائز، هو الذي انقطع عنده اللفظ دون المعنى. وقلنا إن اللفظ نقصد به الإعراب، يعني لم تعد للجملة التالية للتي وقفنا عليها تعلق من جهة الإعراب، لكن لا زال التعلق المعنوي مستمر. هو من قطع لغة لا معنى. الانقطاع اللغوي أحبابنا هو ما يجوز لنا، أو ما يتجوز عنده الوقف ثم البدء بما بعده. لذلك الانقطاع اللغوي لما اشترك فيه الوقف التام والكافي جاز الوقف عليه والابتداء بما بعده. الشيخ ابن الجزري رحمه الله قال في معنى الوقف التام والكافي، قال: قف وابتدئ، أي قف عليه وابتدئ بما بعده، غير الوقف الحسن والوقف القبيح، فلا يجوز عليهما الوقف ثم الابتداء بما بعدهما. هذه خصيصة بنوعي التام والكافي. لماذا؟ لأنهما اشتركا في الانقطاع اللفظي. إذن الانقطاع اللفظي هو المعول عليه في الوقف ثم الابتداء بما بعد الوقف. لكن لما زاد التام على الكافي بأن انقطع عما بعده كذلك من جهة المعنى، صار في الوقف أقوى من الكافي، بل هو المختار عند الأئمة، لذلك سموه بالوقف التام المختار. أما الوقف الكافي لا زال المعنى متصلا مستمرا، لكن يجوز الوقف على المقاطع اللغوية، يجوز لمن أراد الاستراحة، لذلك سمي بالكافي الجائز. الكافي الجائز هذا لنا به علامات نستطيع أن نستدل بها على وجود الوقف الكافي. مثلا من علامات الوقف الكافي الابتداء بفعل بمفعول لفعل محذوف، أو بخبر لمبتدأ محذوف. إذا كان الابتداء على هذه الحالة، فاعلم أن ما قبل الوقف، ما قبل هذا البدء، وقف كاف. يعني أديك مثال: في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى للمتقين، إن أعربنا الذين في الجملة التي بعدها، ولها إعرابات كثيرة، إن أعربنا الذين على أنها، أي هذا الاسم الموصول وصلته، أنهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، أي هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إذا اعتمدنا هذا الإعراب فالوقف على هدى للمتقين وقف كاف. هل لاحظت أن القارئ لم ينتقل من قوله تعالى هدى للمتقين إلى قوله الذين يؤمنون بالغيب، لم ينتقل في المعنى، لا زال المعنى متصلا لكن اللفظ فقط الذي انقطع. هذا على إعراب أن تكون الذين خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هم، أو أن تكون هذه اللفظة وهي الذين
مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني، أي أعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هل لاحظت معي أنها إن كانت خبرا للمبتدأ المحذوف أو مفعولا لفعل المحذوف أن في هاتين الحالتين استوفت الجملة أركانها من حيث كونها جملة اسمية أو جملة اسمية أو خبرية، جملة أقصد اسمية أو فعلية. اسمية يعني مبتدأ وخبر، خبرية يعني فعل وفاعل ومفعول. لما استوفت أركانها ليست أو ظهر عدم تعلقها بالجملة السابقة، لكنها لا زالت متصلة في المعنى، لذلك قلنا إن هذه من العلامات الظاهرة للوقف الكافي. كذلك النفي في الغالب دائما يكون ما قبله متصلا به في المعنى لكن منقطعا في اللفظ، كقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هنا بمعنى ما، هذه اسمها إن النافية، إن هنا بمعنى ما، وأوضح مواضع وجودها على هذا المعنى أن تأتي بعدها إلا. وطبعا لا يشترط في إن أن تكون بمعنى ما، يعني أن تكون نافية إن أتت إلا، لكن قد تأتي بمعنى ما لكنها لا تأتي مصاحبة لإلا. لكن في هذه الحالة واضح جدا أنها بمعنى ما، يعني إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهذه الإن بمعنى ما نافية، إذن الوقف على ما قبلها كان وقفا كافيا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذه جملة تامة لفظا والوقف عليها كاف لأن ما بعدها نفي. كذلك البدء ببل، كل ما قبل بل وقف كاف، كقول الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه، فالمعنى وما قتلوه يقينا على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ الجملة التالية ببل التي للإضراب ليضرب عن معنى قديم إلى معنى جديد. إذن لا زال الكلام على موضوع واحد متصلا، إلا أن الجملة التي بعد بل جملة فعلية مستقلة في الإعراب عن الجملة السابقة فيبدأ بها استقلالا، لكن الوقف الذي قبلها وقف إيه؟ وقف كاف. علامات الوقف الكافي كثيرة، لأن الوقف الكافي هو أكثر أنواع الوقف الجائز في القرآن، أكثر بكثير من الوقف التام، وبعضهم يفرعونه إلى أقسام كثيرة، حتى وصل أن بعضهم فرعوا إلى أكثر من 6 أقسام كلها داخلة في معنى الانقطاع اللفظي والاتصال المعنوي. نتعرض لعلامات أخرى للوقف الكافي نتعرف بها عليه، لكن في لقاء قادم إن شاء الله، لأن وقت وردنا القرآني قد حان. ووردنا توقف في السورة الجاثية عند الآيات 18 لأبدأ بالقراءة ثم أثني بعد ذلك إن شاء الله بالإقرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.
صدق الله العظيم. بسم الله، نستفتح الإقراء في حلقتنا اليوم بسهير من القاهرة. تفضلي يا أستاذة سهير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. على شريعة من الأمر فاتبعها. أوصلي. من الأمر. على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. المتقين. بارك الله فيك يا أستاذة سهير. حمادة من الجيزة، تفضل يا حمادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. المتقين. نعم. والله ولي المتقين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا حج حمادة وأحسن إليك. الفخراني من الشرقية، تفضل يا فخراني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله فيك يا فخراني. أولياء بعض، هكذا نهاية صوت الضاد. بارك الله فيك يا فخراني وفتح عليك. نخرج لفاصل أحبابنا ثم نعاود، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد ونستكمل سيرنا ومسيرنا بسهام من الجيزة. تفضل يا حاج سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أحسنت، ما شاء الله عليك، تلاوة ممتازة، بارك الله فيك. رويدة من القليوبية، تفضل يا رويدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. أحسنت يا رويدة، ما شاء الله تلاوة مظبوطة تمام، بارك الله فيك. رؤى كمان هتقرأ معانا؟ وعليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا رؤى. أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتاك على تابعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لهم لن إنهم يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الدين بعضهم أولياء بعض. والله ولي للمتقين. والله ولي المتقين. ولي المتقين مش ولي للمتقين. بارك الله فيك يا رؤى. هيقرأ معانا كمان ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا ياسين. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع أهواء الذين كانوا يعملون. لا يعلمون. يعلم إنهم لن يغنوا لن يغنوا لن يكونوا عن سبيل الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض. أولياء بعض، والله ولي المتقين. باركت يا ياسين. باقي سيف، هيقرأ معنا سيف كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا سيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريحة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين أهواء الذين أهواء الذين لا يعلمون. إنهم يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم وأولياء بعض، بالله ولي المتقين. بارك الله فيك يا سيف وفتح عليك. أسماء من الإسكندرية، تفضلي يا أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من على شريعة من على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبعها تبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله عنك من عنك من إنهم لن يغنوا عنك من الله لا لا، في إخفاء شيئا. في إخفاء عنك من الله شيئا. أيوة كده. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض،
والله ولي المتقين. بارك الله فيك يا حاجة أسماء وفتح عليك. حاجة نادية من القليوبية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغن عنك من الله لن يغنوا عنك إنهم لن يغنوا لي لي عنك من الله شيئا لن يغنوا عنك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. بارك الله فيك يا حاجة نادية وفتح عليك. ياسر من مرسى مطروح تفضل يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حضرتك. الله يبارك فيك، تفضل يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتابع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله فيك يا ياسر. إسراء من بورسعيد تفضل يا إسراء. ثم جعلناك على قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا، زود الغنى شوية. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بوريكتي يا إسراء، بارك الله فيك. عبد الناصر من الجيزة تفضل يا عبد الناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أحسنت يا عبد الناصر، بارك الله فيك وفتح عليك. تلاوة جيدة مستقيمة ما شاء الله. من الجيزة أيضا خالد، تفضل يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. أحسنت، بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله ممتازة، بارك الله فيك. معاذ من شمال سيناء، تفضل يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. بارك الله فيك يا معاذ، والله ولي المتقين، المتى، بارك الله فيك وفتح عليك. لازلنا على الإقراء متواصلين، لكن وصالنا بعد الفاصل، فتابعوا. عدنا والعود أحمد، ونستكمل الإقراء بأحمد من القاهرة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. أحسنت يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك وفتح عليك. الحاجة صفية من المنوفية، تفضلي يا حاجة صفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا دكتور. يا أهلا وسهلا، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولي المتقين. وديكت يا حاجة صفية العظيم. وفتح الله عليك. من الإسكندرية جولي، يا جولي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.
المتقين. أحسنت يا جولي، ما شاء الله عليك، حروفك حلوة وتجويدك جيد خالص ما شاء الله. روضة من الشرقية، تفضلي يا روضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بك يا روضة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. أحسنت يا روضة، ما شاء الله عليك، أحسنت أحسنت ما شاء الله عليك يا روضة، بارك الله فيك وفتح عليك وجزى خيرا عنك ولديك، بارك الله فيك. عمر من المنيا، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، بعض أولياء بعض، ما تقلقلش الضال. وإن الظالمين بعضهم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله المتقين. بوركت يا عمر، بارك الله فيك. فاطمة الزهراء من البحيرة، تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعملون لا يعلمون. إنهم لن يغنوا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، لا قولها على بعضها، أولياء بعض. والله ولي أولياء بعض، أولياء أولياء بعض، والله ولي والله ولي والله 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 ولي المتقين، والله ولي المتقين. بوديكت يا فاطمة، فتح الله عليك. فرحة من قنا، تفضلي يا فرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضهم أولياء لا لا ما تعمليش غنة في الميم بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين بوديك يا فرحة معاذ من الشرقية تفضل يا معاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أحسنت أحسنت يا ما شاء الله عليك أحسنت يا معاذ بارك الله فيك من جنوب سيناء عبد الله تفضل يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ثم جعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك محمد من القاهرة يا محمد تفضل يا حضرتك يا شيخ الله يبارك فيك أهلا وسهلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أحسنت يا محمد بارك الله فيك حاجة آمنة تفضلي يا حاجة آمنة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي ثم جعلناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأول بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم على جعلناك من الأمر جعلناك شريعة لا 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 قوليها تاني من الأول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن الظالمين بعضهم أولياء بعض أولياء بعض والله ولي المتقين بارك الله فيك يا حجة آمنة وفتح عليك وجعل هذه اللحظات التي نقضيها سويا يوميا في
في رحاب مع التلاوة في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. نلتقي على خير بإذن الله، ودمتم في رعاية الله.